شو مدينة تداس على سنامي ظاهرة الهجرة القروية، أو بالأحرى هجرة سكان البوادي إلى المدن الكبرى بحثاً عن حياة أفضل، رغم كونها بوابة للأطلس تبقى عبارة عن مناطق قروية طالها الإهمال ونخر فيها الفقر بسبب توالي سنوات الجفاف وانجراف التربة. المغربية هي قرى فقيرة كتعاني من بزاف ديال الهشاشة، هشاشة كاينة بهشاشة في البنية التحتية، هشاشة كتلقى الدري مثلا كيوصل لواحد اللاج كيبغي مثلا يخدم، مثلا حاصل على شهادة ديال البكالوريا خصو يمشي للمدينة يقلب على راسو، أما هلا جلس هنا ما كاين ما يدار، ما كايناش مشاريع مديرة للدخل، كيبغي غير يدير مقاولة خصو ما هي وما لونها، خصو الدعم، خصو الا مشى للابناك عاوتاني يزيد على ذاك. عايشين غير في البرارك، الدوار ديال لاكار ما عندناش الضو تنشعلوا غير الشمع، ما عندناش الواد الحار، القوادس ديال الماء تيطردقوا علينا تنشريوهم غير حنا وكنركبوهم الروسنا، والناس هنا تيخدموا الناس بالكليه. افتقار مدينة تداس لبنية تحتية ومشاريع تنموية جعل الساكنة تعيش أوضاعا صعبة، هذا التردي يستوجب سن سياسة تنموية تستهدف الأبعاد البشرية والاجتماعية والاقتصادية. Distribution de tracts électoraux à Tidas, petit village à une centaine de kilomètres au nord-est de Rabat. Dans cette région rurale où l'habitat est dispersé, le souk hebdomadaire est le lieu de rassemblement incontournable pour les partis politiques qui souhaitent sensibiliser les électeurs. Tout ça, ce sont des mensonges. Tout ce qui est écrit ici, ils ne vont jamais l'appliquer. Ils mangent l'argent de l'État, ils prennent l'argent. السلام عليكم قرية تداس، واش ما باغيش نوض تهضر على حقكم وراح ضايعين وضايعين.